الحمد لله الذي أهدى إلى شيخ معه الله نور الأعين حين النوز على النور إذا حكمت وتراك مرأه بتمكني ولقد مضى عصر النبي ودهره ومضى ختام الأولياء البدر مرسلين وعبى الإله تفضلا وعناية بما نورا بها قلوب من الرجل وحسبت وتذاك وردني إليها بتحنني فتداولت الكهر في يومها وعشية وبكل ليل مجني شكرا فشكرا من عبد طريقه إنني إلهي وحقه لا بالعقول وينال ينال بل لا ينال بجد محسن من شاء فليؤمن ومن شاء فليمن لجمهوره بالشك للطبع الدني من شاء فليؤمن ومن شاء فليعد شقي عنه قد لا ينثني من شاء فليؤمن ومن شاء فليحن شقي عني الطهارة قد لا ينثني من شاء فليؤمن ومن شاء فليحن خبيث عن الطهارة منحني يا ويحهم كم فاته من روضة من نور هذا مرى السعادة ناجتني هذه البيوض تفجرت وتلفقا عني سوى أمس أعطاك وامنني ولقد نصرتك يا مريد فلا تزل تمسي وتصبح شاكرا للمؤمن وإذا مررت على الأحبة فلتقل يا قوم كلكم يقول ويا تني إذا مررت على الأحبة فلتقل يا قوم كلكم يقول ويا تني الحمد لله الذي هدى إلى شيخ حماه الله نور الأعين الحمد لله الذي هدى إلى شيخ حماه الله نور الأعين لا إله إلا الله لا Yeah.
لا إله إلا الله يا قوم كلكم يقولوا يا طيب لا إله إلا الله إلا ولايني يا قوم كلكم يقولوا يا طيب لا إله إلا ولايك إلا ولايني الحمد لله الذي أدى إلى شيخي حماه الله نور الأعين حين النفوس على العقول تحاكمت وتراكمت أهواء وبتمكن ولقد مضى عصر النبي وداره ختام يا البدر السني وعبا الإله فالأرض لو عناية بما من نورا بهذا الأجمل فجلى القلوب من الريون فأشرقت فسلمت رذيلا يا بتحنني فتداولت أذكاري يومها وعشية وبكل ليل مهزني شكرا ذكرا من حبيت طريقه إن الإله قويك موتني لا في العقول العلوم فلا يكال ببعض جد محسن من شاء فليؤمن ومن شاء فليؤمن لجود بشكل الطبع الدني من شاء فليؤمن ومن شاء فليحد إن الشقي عن يرد لا ينثني إن شاء فليؤمن ومن شاء فليقف إن الخبيث عن طارت ينحني يا ريح كم بعته من روضة من نور ثمر السعادة نجدني هذه الفيض تبشر فتلقى عني سوى أمسك أعطاك تمني ولقد نصرتك يا مريد فلا تزل تمشي وتصبح شاكرا للمؤمن وإذا مررت على الأحبة فأنت قل يا قوم كلكم يقول وياتني وإذا مررت على الأحبة فأنت قل يا قوم كلكم يقول وياتني الحمد لله الذي أدى إلى شيخي حماه الله نور الأعين الحمد لله الذي أدى إلى شيخي حماه الله نور الأعين لا إله إلا الله Yeah.
تبرد بالمقامي ألا رغم القلوب من اللئام أيا من قد تبرد بالمقامي ألا رغم القلوب من اللئام مقامك لا يقارب أريم كعمري لن تساغك بالمقام سوق العصر نجوم وأنت الشمس لا بدر الجمال سواك من المشايخ باب عمر وأنت الأصل في درج الكلام تقاسمتم أكم ودينا فلما آل الأمر إلى السياد أخذت الدين لا تبغي سواه وغيرك لا يريد سوى الحضان ومجلسك البين ويوما يفوق من المجالس الفعال بالمرء الخبير أخو الخطايا يصير من النقابة كالغلام ومسود القلوب كزاه نوران على ما رال فيه من الألام أرى بغر الألام اليوم شتى فبعض من الملابس والطعام وبعض بالمراجع يبالي بما جرد إليه من الحراج وبعض بالمتاجر والمواشي وبقي أن يكون من الكلام لشيخي أحمد من قد حماه إلى الناس من شر الأناب لشيخي أحمد من قد حماه إلى الناس من شر الأناب لشيخي أحمد من قد حماه إلى الناس من شر الأناب فيا ليتي أكون لكم مريدا على وفق الإرادة بالمرامي زمامي قد تملك رجيم وأنتم منه أولى بالزباب وليلا ستساعده إذا ما دعا للضلال بالاقتحام جزاك الله عنا كل خير وعاد الشمل من نار جوال وبقاك الإله قرير عيني تلوي بك الأنام على الدوام وأبقاك الإله قرير عيني تلوي بك الأنام على الدوام بجاه الجد سيدنا عليه صلاة الله توصل في السلام بجاه الجد سيدنا عليه صلاة الله توصل في السلام لا إله إلا الله أنت هنيئا لنا أنا خطرنا بماله فيا حزن ما يحويه من جودة الفكر
لقد زارنا وهو المزور بفضله فكان لنا فخر على أهلنا القطر فيا مرحبا أهلا به وبوفده وبسائق السيارة حين بهم تجري ويا مرحبا باليوم يوم قدومه ويا مرحبا بالعام أيضا وبالشهر لعمري لهذا اليوم يوم نعيمنا وليس من الدنيا وليس من العمر ولكنه فضل من الله سابق وحق علينا الحمد لله مع الشكر ولا غرو إن أبدى أبايا فضيلة تعز على أهل المكارم والقدر أبوه أبوه والجدود جدوده إلى النسب الآل المعظم في الذكر عليه صلاة الله من شرحت به صدر الورى والغم آل إلى البشر وآل وصحب لا يزال هداهم به الله يهدي من يشاء إلى الخير وآل وصحب لا يزال هداهم به الله يهدي من يشاء إلى الخير وآل وصحب لا يزال هداهم به الله يهدي من يشاء إلى الخير لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله قرآن جمع الذات وكتابه فرقان تفصيل لأي صفاته ذان الوجود حجاب النور الذي بين الورى والنور من سبعاته أولاه ما وجد الوجود وإنما من نسبة وجود وحقلوقاتي لولا توسط لما بقي الوجود أقل من لحواتي فهو الإله إن اعتبرت ظهوره بذات بينية فتأذاتي وهو الرسول إذا نظرت لحالي ومقالي يدعو إلى دعواتي
والقطب أيضا والورى دوران كلا على القطب في حركاتي وبه بقاء وجودي وبقاء مما يبيض علي من بركاتي ذو رتبة صمدية ضاعت بنا لصمود نبيها إلى نهباتي حمدا وشكرا خصنا بولاية لولي أمر الله أطيادي شيخي عما الله شر عبادي وبلادي وراه طول حياتي شيخي حماه الله شر عبادي وبلادي ورعاه طول حياتي ففيوضنا من فيضي وعلومنا من علمي والمدعو من متاعتي وهو الملاي لكل نبي كل ما يبدي ويخفي كل من زلاتي وهو الشبيع فما سواه شبيعنا وابن الشبيع علي من صلواتي ألف من الآلاء أي من فاتن أضرورة يعد معلوماتي ألف من الآلاف أي من ماتع مضروبة بيعد معلوماتي ألف من الآلاف أي من ماتع مضروبة بيعد معلوماتي لا إله إلا الله 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 فوجد وجل قلبي بعلم ديننا إلى بيض بويتي بابا طبيب يدي فوجد وجل قلبي بعلم ديننا إلى بيض بويتي بابا طبيب يدي فيملي لسان العالي من بيض علمي علي معاني بساط الأغراضي فعندي بها للدين ذات تقدست وجلت عن الإدراك من كل جهاد فلا اسم ذم لا ولا رسم لا سوى ولا نعت لا ولا انتساب لنسبتي فلا أين كم لا ولا وما ذم لا ولا أصبح شذرات من كل صفات ما ذم إلا الله بالله لا سوى عن الله في جمال وعزتي وقهر فكان الله لا شيء غيره
ولا نحن مكان من غير كثرة فما لما كثرة ولا لما وحدة بطون بطون قل ولاد سلاجت أو العماء الرباني قل كان بيامن إذا سألك قول خير البرية أو العمى الرباني قل كنبي عمن إذا سألك قول خير البرية أو العمى الرباني قل كنبي عمن إذا سألك قول خير البرية كانت الله شيخنا سعيد بالنبتي كم نندكيك كوكي شقي بالنكوتي كل بنو شيخنا أغنى جاء الله معوى أدوس روس الجماعة نكفو الله جو النبي شيخنا حبنا جاء الله ما عاد سنفود قجي أقنك فوالله النبي شيخنا دنيا وين انقبع دنيا سوين اللغة دنيا سنون انقبع قرنبدي شيخنا لما ودي أنجنو هبا ودي أنجنو
سخاوتي عنشنو سنن قبو شيخنا كينشي أخنو تتونا الله فتوضنا بطانا كيسي مننكم شيخنا كذا قرآن قرأ كذا حديث قرأ كذا خليل قرأ من الله شيخنا بند الله تكنجرو كانوا كمون بوسيرو بما الله تكن بنو خسران شيخنا كل ملايك انتري كتاكم النبي ومن قنين انكسي كلم الله شيخنا كل ملايك انتري إن كان كم بارياني أطني أخدم غيو شيخنا الله كمم بوزيرو كنتك يا الله مرا الله كمم لنتنا يا واسنو شيخنا صلوا على المصطفى لدي خنان جماع مع السلام يا مدري شيخنا لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
Love.